أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM. أخبار الرياضة على الحياة FM. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في آخر نشرتنا الرياضية. طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا من الجامعة التونسية لكرة القدم توضيحات حول ما قال أنه بلغ إلى علمه بأن السلطات قد ترغب في التدخل في شؤون جامعة كرة القدم والتهديد بحل مكتبها الجامعي، وذلك في مراسلة موجهة إلى الكاتب العام للجامعة التونسية لكرة القدم بتاريخ 24 أكتوبر الجاري. ودعت الفيفا في رسالتها الجامعة للرد عن استفسارها وتقديم مزيد الإيضاحات حول الوضع وإعلامها بموقف الجامعة قبل موعد 28 أكتوبر الجاري. نواصل، حيث ذكرت الفيفا في مراسلتها التي حملت توقيع مدير قسم الاتحادات الأعضاء أن القوانين واللوائح المعمول بها داخل الاتحاد الدولي تؤكد على استقلالية الاتحادات الوطنية في التصرف في شؤونها وعدم التأثير عليها، مضيفة أنه في حال أي إخلال بهذه الالتزامات فإن ذلك يتسبب في عقوبات ضد الجامعة المعنية تصل إلى حد الشطب من عضوية الاتحاد الدولي بالنسبة للفيفا. دارت اليوم الأربعاء زوز مقابلات مؤجلة لحساب الجولة الثانية للبطولة أسفرت عن النتائج التالية. المجموعة الأولى الترجي الرياضي فاز على هلال الشاب 2-1. الأهداف محمد فيصل أبو زريق دقيقة 4، حمدي الهوني دقيقة 33، في المقابل عزيز بوستة دقيقة 35 لصالح الهلال. في المجموعة الثانية لقاء وحيد، اتحاد بنقردين فاز على نجم المتلوي 2-0. هدف الاتحاد سجله رفيق الكمرجي في زوز مناسبات دقيقة 35 دقيقة 89. تعقد الهيئة التسييرية لنادي البنزرتي برئاسة أمير الجزيري ندوة صحفية نهار الخميس على الساعة 2 بعد الزوال بملعب 15 أكتوبر ببنزرت. ستخصص الندوة لتقديم آخر المستجدات المتعلقة بالنادي مثل ما كان الحال في مناسبات سابقة. ذكر أن السيابي أعلن اليوم عن انسحاب المدرب كريم تويتي من مهمه بعد 3 مباريات. اتفقت اليوم هيكل كمال الوالي مع المدرب طارق الجراية مبدئين لاستلام الأمور الفنية للفريق خلفا لحافظ الجيتوني. ذكر أن الأولمبي البيجي قرر إقالة المدرب حافظ الجيتوني بعد تعادل الفريق مع أولمبيك سيدي بوزيد مؤخرا. من كرة القدم، من بدل الاختصاص كرة اليد، يتواصل نشاط بطولة القسم الوطني لكرة اليد بإجراء مباريات الجولة 9 من المرحلة الأولى لنهاية هذا الأسبوع. بالنسبة للبرنامج، نهار السبت 29 أكتوبر في قاعة قصر الهلال مع 3 نادي الهلال يواجه بعث بن خيار، في قاعة ساقيت الزيت 24 نادي ساقيت الزيت النادي الإفريقي، في قاعة المكنين 24 سبورتينج المكنين يواجه نادي كرة اليد بجمال. نفس التوقيت في قاعة طبولبة نصر طبولبة مكان المهدية، وفي قاعة حمام سوسة 5 متاع العشية النجم الساحلي يواجه نادي كرة اليد بقصور السيف. في كرة السلة، نتائج مباريات الجولة 8 من البطولة البرو آ موسم 2022-2023، الملعب النابلي ينهزم أمام الزهرة الرياضية 89-80، النجم الساحلي يفوز على اتحاد المونستيري 76-72، الدالي الرياضي بجرومبيلا يفوز على الشبيبة القيروانية 79-67، النادي الافريقي يفوز على شبيبة المنازه 86-75، واتحاد الانصار ينهزم امام النجم الرئاسي 69-60. في الرياضه العالميه، انتهت منذ قليل مباريات الجوله 5 من رابطه الابطال الاوروبيه، اسفرت نتائج على النحو التالي: نابولي الايطالي يفوز على بلاسكو رينجرز الاسكتلندي 3-0، اجاكس امستردام الهولندي ينهزم امام ليفربول الانجليزي 3-0، أتلتيكو مدريد الإسباني تعادل مع باير ليفركوزن الألماني 2-2، برشلونة الإسباني ينهزم أمام باير ميونخ الألماني 3-0، أندراخت فرانكفورت الألماني يفوز على مارسيليا الفرنسي 2-1، وتوتنهام الإنجليزي يفوز على سبورتينغ لشبونة البرتغالي 2-1. نختم نشرتنا الرياضية معلومة صحية: القيام بالتمارين الرياضية رفع من نبضات القلب مما يؤدي إلى تزويد أعضاء الجسم بالأكسجين والمغذيات الضرورية لرفع الطاقة. نقطة نهاية نشرتنا الرياضية، أجمل تحية عبد الله الحطاب، متابعة طيبة لبقية برامج الحياة تفهم. لايف سبورت، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM. أخبار الرياضة على الحياة FM.